السلام عليكم ورحمة الله يا شباب، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. في عنا عالم في اليوتيوب بيقولوا إنه هذا تشغيل البوتات بالفايرينج رينج مش شغال، تمام؟ حصورلكم مقطع الحين، طبعا بصوره من على البي سي، أنا بالعادة ما بلعب على البي سي فما حيكون في عندي ليجندز كتار. شوف ندخل على اللوبي، طبعا الفايرنج رينج مكان التدريب. معنا الاستاذ فارس في الديسكورد، اهلا وسهلا فيك يا فارس. اهلين، مرحبا. يا هلا بك. طبعا بنروح على اخر وحده هون. اول شي بدكم تساووه لازم تسمعوا منيح عشان ما تقولوا لي اشتغلت وما اشتغلت، بتشيلوا الاسلحه اللي معكم، تمام؟ ما بتخلوا معكم شيء. بعدين ماشي، لاني مش حافظ الازرار على الكيبورد بعد والماوس على البي سي. بتروحوا على اخر مدخل هون، شايفين اخر مدخل على اليسار، بتروحوا لجوا. في عندكم هاي اللي هون اللي بالنص، مش اللي هون عند الضو، ما عارف هون شو في، يمكن ما في شيء، بس هاي اللي هون في النص، تمام؟ تطلعوا عليها. ايوه تطلعوا، تمام؟ بدكم توقفوا بالنص هون، بالنص، تمام؟ شايفين؟ عند هذا الخط، وتطلعوا لتحت، شوف حتى يمكن هون في، شوف كأنه في شيء. هذا شو هذا؟ هذا شكل وش او شكل شيء، الله اعلم، بس هو بيشبه شيء، شكل شيء شاي. ليكو، شوف هذا، هذا بيشبه هذا، شايفينه؟ هذا الشكل، هذا بيشبه هذا الشكل. المهم طلعوا كده لتحت وتساووا كراوتش، تمام؟ وانتم مساوين كراوتش بتغيروا الكاركتر تبعكم. وهلا اسمعوا، لما تغيروا الكاركتر بيطلع صوت يعني غريب، صوت مختلف. اسمعوا الحين. سمعتوا الصوت؟ غلط، سمعتوا الصوت؟ هلا ننزل حنلاقيهم اشتغلوا. Giving him the chimney. عشان ما تقولوا لي اشتغلوا وما اشتغلوا وكذاب ده وما كذاب ده وكيف بياخذ سلاحهم. ايوه. حماس باطلة دائما. Spotted. Double timing it. Body shield here. Level 4. You need one if you don't have it. طبعا بهذا المقطع راح اسوي لكم شيء ثاني. معلش اعمل خير، بس راح اطلع ساوي بالثيرد بيرسون اللي هي شخصية الثيرد بيرسون، او شو بسموه يا فارس العربي، منظور الثالث. ايوه منظور الشخص الثالث، نفس الحركة يعني، شايفين هلا انا بمنظور الشخص الاول، تمام؟ بدنا نطلع لهون لفوق، بس نفس الشيء بدنا نشيل الأسلحة اللي معانا، مش هذا، بدنا نشيل الأسلحة اللي معانا، كان بالطابة، نشيل هاد ونشيل هاد، الدرع ما ضروري تشيلوه، بس أنا بشيله عشان تقولوا لأ وما لأ وليش وما، تمام؟ وأنا حغير الكاركتر عشان أقدر أطلع. I have come to save the day. Maybe. بدي أطلع لهون. Using grapple. على هاي الزاوية اللي هون، تمام؟ شايفين المكان هون؟ هذه الزاوية، شايفين عند الأهداف الثلاثة هذلون، تجوا لهون على هذه الزاوية، أوكي كده، وبتطلعوا بالأرض وتساووا كراوتش، بعدين بترجعوا بتغيروا الكاركتر مرة ثانية. سمعتوا الصوت؟ صار منظور الشخص الثالث، تمام يا شباب؟ اللي ما كان مصدق يكذبني، أتمنى إنه يشترك بالقناة. واعتذاره واصل، ما في اي مشكلة.
ولا تنسوا اللايك وخبروني وتجربوا شو بصير معكم. سكانينج اريا. انت جربتها يا فارس؟ بصراحة لا، ولاني ناسيها، نسيت المقطع. انا سجل المقطع مخصوص عشانكم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستفدتوا، وراح انزل لتحت عشان تتاكدوا تشوفوا انه بعدهم شغالين البوتات. وكمان لو لاحظتوا وقت اللي بتموت بترجع على منظور الشخص الاول. تمام يا شباب، كان معكم احمد ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.